احنا كمجتمع يمني جزء من منظومة اجتماعية كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأهم من ذلك أن المجتمع اليمني هو الأكثر صلابة في الحفاظ على هويته رغم تعدد الثقافات. حافظنا على هذه البيئة بكل جوانبها الإيجابية الرائعة الذي تظهر الإنسان اليمني في أبهى صوره أمام الآخرين. لذلك نسعى جاهدين أن نورث لأبنائنا والأجيال القادمة هذا الموروث العظيم للحفاظ على الهوية اليمنية أينما كانوا في أي وطن وفي أي بلد. لذلك ما ستشاهدونه اليوم في احتفالية فرائحية لأحد أبناء المجتمع اليمني من أسرة آل عوض سيعكس لكم تماماً مدى التزام المجتمع اليمني في أمريكا بعاداته. هكذا إذن يكون العريس داخل اليمن، لكن ماذا إن كنت خارج اليمن؟ هل ستحتفل مثلاً بكل هذه التفاصيل التقليدية؟ يبدو أن صقر هيكل عوض يريد ذلك، هو شاب يمني مولود في الولايات المتحدة الأمريكية عمره 23 عاماً، اقترب موعد زفافه فأراد أن يصور فيديوهات يستخدمها للإعلان عن حفل زفافه. خرج في موكب مع أهله وأصدقائه في ولاية ميشيغان، وبالطبع ارتدى الزي التقليدي بكل تفاصيله الدقيقة، سواء كان الجنبية أو البندقية، وأن كل أبناء مجتمعنا اليمني الأمريكي عند اقتراب حفلة الزواج يرتدي العريس وأصدقائه الأزياء الخاصة ويخرجون إلى الساحات العامة لتسجيل بعض الفيديوهات والصور. هذا هو اليوم الموعود لاجتماع عائلي لجميع أفراد عائلة الشيخ علي ناجي عوض مع أبنائه وأحفاده لكي يعرفهم بما يجب عليهم فعله في مثل هكذا مواقف. ففي الأعراس التزامات اجتماعية وثقافية وأدبية يجب عليهم معرفتها. طبعا يعني عاداتنا اليمنية لا زالت يعني موجودة في الماضي أو في الحاضر، فالعادات يعني مستمرة على ما كان يعني على عاداتنا في اليمن، يعني زي عاداتنا مثلا في اليمن زي عاداتنا نفس الشيء في القرية، وما زلنا محافظين عليها دائما حتى وإحنا في الولايات المتحدة الأمريكية لازلنا محافظين عليها في عاداتنا، عادة آبائنا، عادة آباء أجدادنا. بالأخير نبارك لابن أخي وحبيب قلبي صقر هيكل عوض، وأتمنى له كل الفرح وكل السرور وتهانينا له ولآل عوض جميعا. هل كان يعني بحشد هذا؟ لا كان ضعيف شوي، تطور هالدنيا بالغرايم وبالحفلات وباللعب، والناس كانوا يحضرون من قرى ثواني ما كان الحاصلين، ما كان بش على ما كان شبه يعني ما كان بش الكاميرات الأسرة، بس نفس الأسرة اليوم جاءت من البلاد. كم استغرق العرس يجلس يعني لما واحد يتزوج يعني؟ يا أخي كان يوم ليلة يوم ليلة يوم ليلة تزوج يوم ليلة، وإحنا قعدنا بنا ثلاثة أيام. هل كان العرس يعني في نفس اليوم يعني عقد الزواج يعني وخطبة بنفس اليوم؟ صلاة على النبي مؤاخية ومحبة كل صديق جيب صديقه، كل من يساعد الثاني هذا يدي أكله وهذا يدي مساعدته، وهذا ما حد كان غرم لحاله. احنا يا شباب كنا احنا اليمنيين هنا قبل يعني كنا قله، ما كناش بكثره، كان العراس يعني مش متوفر اليمنيين هنا، اي واحد بده يعرس كان روح على اليمن. مع المشاكل حق البلاد والكل الحمد لله كل اليمنيين صاروا هنا والعراس صارت هنا، نفس عادات وتقاليد اليمن يعني الحمد لله وكل شيء تمام، كانك عايش باليمن، جاليه هنا كثيره والامه كثيره الحمد لله، ما عادش فرق ما بينك هنا واليمن.
فعلا انتقلت الثقافة اليمنية والعادات والتقاليد من داخل اليمن من داخل البلاد إلى 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 بلدنا الثانية. تعتبر هذا بلدنا؟ أكيد هذا أكيد هذا بلدنا وطننا أكيد، لأن إحنا خلاص المتحدة الأمريكية تعتبرنا الآن بلد الأولى وعاش ونشط ثاني. ألف ألف مبروك يا ولدي، تم العقد وإن شاء الله عقبالك العرس إن شاء الله فرحة كبيرة. اللهم لك الحمد. كيف يا شباب، كيف كان شعوركم بعرسكم دحين؟ شعور بعيال ابن عمكم كيف كان يعني وضعكم؟ والله الشعور يعني تكون فرحة كبيرة، بالذات لما يقرب وقت الزفاف يكون الواحد منتظر انه يشوف شريكة حياته ويأسس حياة وأسرة ويكون معاه جهال ومسؤولية وعلى حياة جديدة. نفس الشعور يعني، وتكون مستعد يعني لدخول حياة ثانية، لأنه بتكون هذه حياة عزوبية وانت قادم على حياة أخرى، بحيث انك تأسس أسرة ويعني وأولاد ومستقبل، والله يوفق الجميع. وصقر الآن إن شاء الله قادم على نفس الموضوع وقادم على تأسيس أسرة. مراسم الزواج وطقوسه انعكاس حي لعادات وتقاليد توارثها أبناء اليمن على مر العصور، إذ يقدم لنا آل عوض نموذجا فريدا مميزا في هذا العرس الذي جمع كل أفراد أسرة الشيخ علي ناجي عوض في احتفالية أسرية بمناسبة عقد قران حفيده الشاب صقر هيكل. وما يميز هذا اللقاء هو حث الأبناء والأحفاد الحفاظ على موروث عريق تناقله أبناء المجتمع اليمني بأكمله منذ آلاف السنين ليخلد حتى اللحظة. تساهم العادات والتقاليد في تشكيل نمط حياة الناس والتعبير عنها على هيئة ممارسات ونشاطات معينة يزاولها أبناء المجتمع ويتوارثونها جيلاً بعد جيل. فللثقافة المجتمعية تأثير بالغ في تكوين هذه العادات والتقاليد وتشكيل نسيج النظام الاجتماعي، حيث يمكن القول إن العادات والتقاليد توليفة لخلفية المجتمع الثقافية وأصوله التاريخية وكذا العوامل الجغرافية، حيث تعبر العادات والتقاليد عن الإرث الثقافي المتناقل من جيل إلى آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. استيز أبي بلوز. هذا موجود. استيز أبي بلدي. أكيد. موجود. معنا ثلاثة مواجهين. التحضير لما يعرف بليلة الحناء وليلة الزفاف، حيث يتطلب البدء بتنفيذه في وقت مسبق، فكل شيء يحتاج إلى ترتيب وتنظيم وعمل شاق، ليس بالهين على من يريد إحياء زفافه. جهز المكان للكوشة للماجستي علشان نتحول الكوشة من هناك لهنا ونكمل السرب للفنانين إن شاء الله. أنتم مرحلة التحضير الآن مش؟ مرحلة تحضير العرس إن شاء الله، الحنة اليوم الزفاف الحنة إن شاء الله وبكرة يكون العرس.
تهنية مقدمة من مركز الأمير إلى العريس الغالي صقر هيك العوض بمناسبة دخوله القفص الذهبي، ونتمنى له إن شاء الله حياة زوجية سعيدة وبالرفاه والبنين إن شاء الله. للثقافة المجتمعية تأثير بالغ في تكوين هذه العادات والتقاليد وتشكيل نسيج النظام الاجتماعي، حيث يمكن القول إن العادات والتقاليد توليفة لخلفية المجتمع الثقافية وأصوله التاريخية وكذا العوامل الجغرافية، حيث تعبر العادات والتقاليد عن الإرث الثقافي المتناقل من جيل إلى آخر عبر العمليات الاجتماعية التي تسمح بترسيخ هذه العناصر في وعي الأفراد وفكرهم. أعتقد بتعيشوا نفس طقوس المجتمع اليمني في الأعراس، في الأعياد، في المناسبات، في كل هذا الأشياء هنا في ميشيغان. يعني أصبحت هذه العادات والتقاليد والأعراس وهذا أكثر، والتجمعات أكثر من بلادنا. أبي نبصركم ما شاء الله بالأزياء اليمنية، بالجنابي، بالأبواد، بالذا. ولازلتوا ملتزمي بحتى هنا في أمريكا، وقلت لك منه أيضا لأطفالكم وهذا كمورد ثقافي من أجيالنا للأجيال القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. أول يوم وإحنا نعمل شيء، أول شيء اللي أول يوم بعد يجتمع الأهل والأصدقاء للعريس ويلبسوا العريس الزي ويأخذوا له مطرح تصوير يتصوروا هم والعريس للتذكار وتسجيل دعوة زفاف للعريس للأهل والأصدقاء والأصحاب أن يحضروا زفافه في اليوم المحدد، وبعد ذلك بعد فترة يقوم العريس أو أهل العريس بتجهيز القاعة لنسمي إحنا بيوم الحنة كعادتنا وتقاليدنا العني. العريس يلبس الزي اليمني والعادات والتقاليد اليمني، يقوم بزفته، يقوم قيام الزفة له للقاعة، ثم يجيبوا الفنانين اليمنيين للرسم ومشاركة الفرحة العريس بالعادات والثقافات اليمنية بالغناء الحارثية وزفة الحنة اللون العدني واللون اللحجي واللون الصنعاني، علش يكون اليوم الحنة يكون يوم مميز للعريس. بعد ما نكمل تحنية العريس، الشباب أصحاب والأصدقاء يقوموا بجنب العريس ويرقصوا الرقص التقليدي مع العريس ويباركوا العريس باليوم زفاف الحنة. We'll be right back.
هي المرحلة الفاصلة بين أن تنقضي ليلة الحناء وقدوم يوم الزفاف. قطعة صغيرة من الحناء تضع على كف العريس، فيتسابق الشباب بعده على قطعة صغيرة لعل الله يكتب فيها الحظ لكل شاب يحلم بليلة كهذه الليلة المباركة. البيضة نداع العرش ماول مسخت الشعر وبياتي طباعة مشاعر من رداع من اسم شاعر تنور فرحكم صاله قاعة وصقر اليوم مثل النجم سامر وصقر اليوم مثل النجم سامر ولازم نخدمه في كل ساعة. زفاف فنانا يمنيا من الدرجة الأولى، حينها فقط تستشعر عظمة الفن اليمني الأصيل. وما عبد الرحمن الأخفشي إلا واحد في سلسلة عظماء الأغنية اليمنية الأصيلة، فبحضوره يزين المقام وينتشي السامع له طربا. يعتبر واجب كل فنان سواء يمني او غير يمني او عربي او غير عربي انه يبرز بتراثه او ينقله لكل مكان، بالذات في الولايات المتحده الامريكيه مجبرين احنا على هذا الشيء، لانه توصل اطفال يمنيين ما يعرفوا شيء عن الاغنيه اليمنيه. كان اول ايامنا يعني الفنانين الذي قبلي عانوا كثير لانهم وصلوا على ناس او اطفال ما يعرفوا اي شيء عن الاغنيه اليمنيه، كانوا متاثرين بالفن الشامي والدبكات بالفن اللبناني وغيره. طبعا احنا الحمد لله دخلنا الاغنيه اليمنيه، بدات الحفلات بالجلسه اليمنيه، وكما هو واجب علينا نستمر، واجب نجدد الاغنيه اليمنيه ونقدمها بطرق مختلفه، وان شاء الله نكون عند حسن ظن كل متابعينا وكل محبينا. خالص الود للاخ الفيصل العقاري. الفنان حسام علاية واحد من أبرز الفنانين اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحظى بشعبية جميلة ورائعة بين جميع أفراد المجتمع اليمني الأمريكي، لذا فهو على دوام في الحضور في جميع المناسبات والأفراح.
Thank you.
استهرق قطع حفلات الزفاف بشكل كبير وملحوظ، وحظى بشعبية واسعة في ولاية ميشيغان الأمريكية، إذ استطاع العديد من أسماء منظمي حفلات الزفاف وملحقاته المتعددة كمؤسسة رويالتي ماينر. فهناك العديد من القاعات والصالات الأنيقة والمثالية لإقامة جميع أنواع حفلات الزفاف، كما يوجد في هذه الصالات قاعات متعددة، منها صالات خاصة بتحضير وجبات الطعام للضيوف، وهي على أعلى مستوياتها وتتمتع بتنظيم رائع يظهر فيها للجميع الاحترافية الكاملة والخدمات الراقية، حيث يتميز أبناء اليمن بطقوس خاصة في الزواج نظرا لتمسكهم بعادات الزواج المتوارثة عن أجدادهم ومنها الوليمة. ففي اليوم التالي للزفاف تتم دعوة الأقارب والأصدقاء لوليمة كبيرة، وعادة ما تذبح فيها الأغنام. بعد أن انقضت ليلة الحناء، كان إصرار العريس صقر على ارتداء الزي اليمني يوم زفافه، ولو لبعض الوقت شارك خلالها أصدقائه ومحبيه بعض الرقصات الجميلة، وليكن ارتداء البدلة الرسمية بعد ذلك يذهب هو وأفراد عائلته وأصدقائه وضيوفه لإحياء زفافه. Oh.
توافد الناس تباعاً واحداً تلو الآخر لحضور الزفة الرئيسية أمام منزل العريس، وهذا هو أمر تعرف عليه الناس في اليمن ويمارسه أبناء اليمن في جميع الدول التي يهاجرون إليها. صقر هيكل عوض واحد من هؤلاء الذين لم يتخلى عن موروثه اليمني الجميل. Allah.
الليالي والأيام ونحن نحلم بهذه الليلة المباركة، فهي أجمل ما وهبنا الله إياها، وهكذا أصبحت حقيقة دامغة بعد أن كانت حلما جميلا يعيش فيه المرء أجمل اللحظات. إنها حقا ألف ليلة وليلة، فألف ألف مبروك لك يا صدق. كما بدأنا معكم في سرد موروثنا الثقافي والاجتماعي وكيفية المحافظة عليه، نتمنى أن نترككم وقد تركنا في أنفسكم أثرا جميلا عن كيفية الحفاظ على موروثنا الثقافي والاجتماعي في أمريكا.